فيك تربطي رجلين الدجاج مثلا هيك مثلا إذا بتحبي، وفيك أنت تخليها زي ما هي عادي مش قضية. بزبط. طيب هلأ هون فرصة أني أنا مخلية شوي من الجلد، رح نشوف كيف بربطوا رجلين الدجاج بدون استخدام خيوط. هي كمان نصيحة مطبخية، بدون خيط فرن وبدون نكشات. رح نخلي قطعة من الجلد من هون، ما رح نقصها. رح نجيب سكين هيا، ورح أعمل فيها ثقب صغير بهالجلدة. على فكرة شكلها كمان أحلى. هي الثقب صح؟ هي. بعدين رح أطوي رجلين الدجاج فوق بعض، هي الثقب، رح أجيبهم فوق بعض، هيها حفوتها من هون شوفي، ومن الجهة الثانية رح أفوت برضو كمان اللي هي من الجهة الثانية من جلدة الدجاج، رح نفوت إجرها الثانية أو بحشرهم بنفس المكان هيك. وصارت أنا ربطيتها من نفس المكان بس بدون ما استخدم لا نكشات الأعواد الخشبية ولا حتى اللي هي الخيط. شايفه ما أحلاها؟ مشان هيك بقولك جيبي الفراريج بيكون شكلهم كتير أحلى. رح نروح على الفرن نجيب الدجاج وبعدين نشوف بالنتيجة النهائية.